مساء الخير. حلقة الليلة مميزة لأنه فيها ضيف واحد هو رجل أعمال استاذ طلال مقدسي. مساء الخير. مساء النور. قبل ما نحكي مع الاستاذ طلال حنقول انه هو بعرف ما بيحب نحكي كثير عنه، معروف كثير بالإعلان، رجل أعمال عمل عنده تاريخ بالإعلان، وهلأ مؤخرا صار كمان عنده مؤسسة إنمائية اجتماعية رح نحكي عنه. بس قبل ما نبلش الحديث معه خلينا نشوف ثلاث محاور اللي رح حاولون نحكي بهالحلقة. بهالحلقة من سبعة، مؤسسة طلال المقدسي الإنمائية الاجتماعية عم بتقدم رؤية جديدة لمنطقة البقاع الشمالي. هل بتكفي المبادرات الفردية لإصلاح السجون بلبنان؟ وأخيرا، أين البلد الصغير في الحروب الكبيرة؟ فإذن مثل ما قلنا أستاذ طلال، نحن عادة وقت اللي بدنا نحكي بهالبرنامج عن الحالة السياسية الحالة الاجتماعية بيكون في أوقات رجال سياسي، فقلنا اليوم بدنا نغير العادة، بدنا ناخذ رأي رجال الأعمال بالحالة بالبلد. شو رأيك بالحالة ككل هلأ قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ أول شيء بشكرك على استضافتي، وتاني شيء بشكرك على مبادرتك وبتمنى أنه تتكرر، لأنه لبنان بحاجة ماسة لسميع صوت الإنسان العاقل والواعي، رجل الأعمال أو العامل أو الصناعي أو التاجر. كفينا سياسي لأنه ما في حديث مع السياسيين إلا مناكفات. وصدفة عم براجع مش من زمان سيدي لمقابلة انعملت على تلفزيون لبنان من 30 سنة، كان فيها الأخصام الأساسيين بالسياسة، كان فيها رشيد كرامي، وكان فيها وليد جنبلاط، وليد أو كمال جنبلاط، وفيها ريمو إدي. من أجمل ما يمكن تشوف الحوار العاقل رجال الدولة. أين رجالات السياسة اليوم من رجالات الدولة بالماضي؟ خلينا نرجع للإنماء، بيكون أفضل نحكي بالإنماء. رح نحكي بقى كل حال بعد شوي بالحالة، بحالة البلد وشو لازم اليوم، لحتى بالقليلة رجال الأعمال هن يقولوا للسياسيين شو لازم يصير بس حتى يمشي البلد. مش عم نحكي سياسي، عم نحكي اجتماعيا. رح أرجع لك لوحدة تانية، عم بتسمع على برنامج راديو كل يوم الصبح أنا ونازل بالسيارة. نعم. بيقول كل مواطن سياسي. مظبوط. عم بيدخلوا المواطن بالسياسة. مثل ما عم تسألني أنا بدي غير شيء، كلهم بيحكوا سياسة، أنا بدي غير شيء منك، بدي كل سياسي يعمل مواطن لنهار ليحس حرقة المواطن، ليحس حاجة المواطن، ليحس حاجة القسط المدرسي، ليحس حاجة اللي واقف على باب مستشفى، ليحس حاجة اللي ما عنده يضوي كهرباء أو يعمل اشتراك كهرباء أو اللي مقطوع على المي. هيدي اللي نحن بحاجة لها، لأنه السياسي يحس مع المواطن، مش كل مواطن يتدخل بالسياسة، لأنه ما دخلت السياسة بيت إلا خربته، ما دخلت السياسة اللبنانية بمكان إلا خربته. بكل العالم، بكل العالم السياسة هي في خدمة الاقتصاد. نعم. إلا عنا بلبنان السياسة بالاقتصاد. ما بقى عنا اقتصاد من وراء السياسة، ما بقى عنا سواح من وراء السياسة، ما بقى عنا عمار من وراء السياسة، ما بقى عنا استثمار من وراء السياسة. حان الآن يجيبوا ناس واعيين ناجحين متوفرين وين ما كان، مش منضويين تحت لواء. لأنه سياسي عندك بلبنان اليوم إذا ما كنت معه على العمياني بيعتبرك ضده. بس يا أخي ماني ضدك. في ناس مش سياسيين بلبنان أكتر ما بتتصور بهالمرحلة هي، لأنه الناس بلبنان كفرت بالانقسام العمودي اللي عنا بلبنان. ما في غير 8 و14، لا بين 8 و14 في ناس آخرين كفروا ب8 وكفروا ب14. هودي ولاء للوطن. ممنوع يكون إنسان ولاء للوطن إذا إلا يكون ولاء لزعيم، مش معقول. هذا المشكل اللي احنا فيه. المحور اللي بدك إيه؟ نعم. أنا رح أتماشى معك فيه. رح نبلش هيدك انترودكشن للحلقة، مقدمة. رح نبلش هلا بالموضوع الأول اللي هي المؤسسة الإنمائية طلال مقدسي فاونديشن. رح نشوف ريبورتاج صغير ومن بعدها بنرجع نسأل كل الأسئلة عن هالمؤسسة لأستاذ مقدسي. بالوقت يلي قصرت الدولة بالاهتمام بحاجات أبناء البقاع الشمالي عوضت على الأهالي، ولأنه لمست الحرمان بأرض مدينة الشمس وضواحيها مدت يد العون، وبسبب إيمانة بحاجة الوطن لترسيخ أبناء القرى بأرضهم أصرت على تأمين سبل العيش الكريم إلهم وين ما تواجدوا.
مؤسسة طلال المقدسي الإنمائية الاجتماعية انطلقت بمبادرة فردية لتوفير الحاجات الحياتية من مياه الري مستوصفات للطبابة إضافة لتوزيع الأشجار المثمرة والمساهمة بالأقساط المدرسية كما دعم الأسر المحتاجة من أجل حياة كريمة ومحترمة. منطقتنا هي منطقة محرومة جدا، ونحن بلشنا بشغل الإنماء فيها من 15 سنة وحطينا دراسات عديدة بكافة المجالات، نفذنا قسم منهم مع مؤسسات أجنبية ومحلية، وكون هالمنطقة يعني أهم شيء هو المياه الري أنها تكون موجودة، اتجهنا باتجاه البحيرات الجبلية. وضعنا دراسة من حوالي 19 بحيرة وبلشنا نراجع تنشوف كيف بدنا هالبحيرات ننفذهم، والله حط الله خلينا نتلاقى بالأستاذ طلال المقدسي وعرضنا عليه المشروع، وللحقيقة كان كتير سخي ومتحمس وقالنا خلينا نمشي فيه، ومشينا بالمشروع وصرنا تقريبا هلأ عاملين 14 بحيرة جبلية. حد منه وزعنا من 3 سنين حوالي 16,000 شجرة، يعني ما سميها شتلة لحقول شجرة لأنه عمرها بين 7 و8 سنين، زيتون وتفاح بالأساس وفي بعض الأصناف الثانية، وهالأشجار هودي بس بالسنة ذاتها عملوا ثمار، يعني بمجال القطاع الصحي مثلا. احنا عندنا بالمستشفى بالمنطقة ما فيها مستشفى، وكان في مستوصف قديم بلش من حوالي 30 سنة، وبلشنا نشتغل على تطوير هالمستوصف تيصير مستشفى، تحول إلى مركز صحي بيأمن خدمات صحية على مدى 24 ساعة، وتقريبا إذا الله راد صرنا على مقربة من أنه يصير مستشفى. الدورة الاقتصادية بلبنان عم تلعب دورة بشكل ملحوظ، فكيف الكنيسة عم بتساند المبادرات الفردية وتشجعها ليزدهر الاقتصاد؟ الكنيسة عم بتحاول تعمل اتصالات كتيرة مع المعنيين والقادرين المعنيين على صعيد الدولة، أنه يا دولة كوني حاضر هون، هل هذه المبادرات الخاصة والقادرين يعني ماليا في ناس عاملين خير عندهم مشاريع اجتماعية واقتصادية، لأنه هن عندهم هالوعي هيدا وعندهم هالتحسس هيدا، عمل كمان يعوضوا عن غياب الدولة بأعمالهم. هل بين هالمؤسسات وبين هالأفراد عنا الأستاذ طلال المقدسي يلي فعلا بدنا نوجه له عاطفة محبة خاصة، لأنه هو عم بيشتغل بهالمنطقة انطلاقا من محبته لهالمنطقة. قدي عم بتساهم هالأعمال الخيرية بإبقاء المسيح بأرضه؟ شوفي، إذا هلقني ما في نتيجة بالوقت الحاضر ملموسة بقوة، هيدي بعد شوية وقت رح تبين، لأنه اليوم اللي عم بيزرع جنينة بعده مبلش فيها بعد ما كفته، خلي مر وقت 2-3-4 ما بعرف قديش بتلاقيه رح شي يلزمه يرجع. مبادرة الأستاذ طلال كتير مهمة، نحن بنعتبرها خطوة الألف ميل، بس واحدة ما بتكفي أكيد، يعني خاصة عنا بشوية يعني له كتير فضل، نحن نعمل عنا سكنة، نحن بيهمنا الأمن، إذا ما في أمن ما في انماء. بصفتك رئيس بلدية المنطقة وعندك نتائج الأعمال الإنمائية يلي عم بتقوم فيها مؤسسة طلال المقدسي، قديش برأيك استفادت المنطقة وين صارت بمرحلة النمو؟ يعني هالبركة اللي انعملت بعد بدهم تكملي مش من أكيد الأستاذ طلال مشكور عملنا هالبركة، ما بدنا نعبيهم، يعني كمان بدنا نوجه كمان لمصلحة المياه المعالي وزير الطاقة انه يسمحونا نوصل ونحبي هالبرك بايام بالشتاء بدل هالماي مطروح على الماء، نوجه هالبرك ونعبي هالبرك مشان هالمزارع يقدر يسقيله نصبي يسقيله شتلة خضرة حد بيته، هذا اللي بدنا اياه. وبيبقوا الاشخاص يلي مثل طلال المقدسي قدوة لغيرهم، دايما بيبينوا بغياب الدولة يلي ما عم تتحمل مسؤولياتها تجاه ابنائها بالوطن. بفكر اللي قالته اخر جمله زميلتي بيلخص الموضوع، انه اليوم وقت اللي ما في مبادره، وامتى بتطلع المبادره الفرديه؟ وقت بغياب الدوله. طب حضرتك اليوم ليش قررت تعمل هالفاونديشن؟
مش انا الفاونديشن تبعي، في كتير فاونديشنز بلبنان، مش كل الفاونديشن او كل العمل عم ينعمل على الارض تسمع فيه العالم. نعم. هلا مش كله بيتغطى على التلفزيونات او بينزل بالاخبار، اليوم اللي عم تشوفه يمكن ما سمعته ولا باخبار. لا انا ما عارف 14 بحيره مثلا، 14 بحيره صرنا مجمعين بحدود 1,100,000 متر مكعب مي من مياه الشتاء ومن الفائض باثناء فصل الشتاء، بينما الدوله عندها مشروع بحيره ليموني كان لازم تخلص بعد ما بعرف اذا بتخلص اليوم. ما هو مشروع المياه، المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي، لما بيتامن المي للانسان وبتأمن له الأشجار، ونحن بالسيستام يمكن الدكتور حنا ما فسرها شوي زيادة، نحن عم نوزع شجر على العيال وبنتأكد انه العيلة زرعت شجرتها، لما تزرع أشجارة ونتأكد تاني سنة تاخد أشجار على جديد، مجموع الأشجار اللي توزعت بالباع الشمالي كله لأنه مش بس بمنطقة دير الأحمر وصلنا ل 46,000 شجرة مثمرة، والشجرة لما بعتها عمرها 7 سنين تزرعها السنة بتحصد السنة. يعني معناتها وقت اللي بيصير في مي كل المزارعين بطل عندهم مشكلة انه هاي المشكلة دايما بيعانوا منها انقطاع المي وشح المي بالصيف، واكتر من هيك عم تعطيهم اشجار، من الاشجار المثمرة بيصير فيه اكل، يعني شوي مثل مربوطين ببعضهم اثنيناتهم. بس مش بس المي، المي متوفرة، المي متوفرة، انت تحت على تحت عيون قرغوش، تحت القرنيت السوداء عندك مية ليموني اللي، ولكن ما في تنظيم. المي بتلاقيها بمنطقة بعيدة عن منطقة دير الأحمر 500 متر بالشارع، بس ابن دير الأحمر ممنوع يشرب، وإذا بده يشرب بده يترجى، وإذا شرب وترجى بيعطوه إياها نص ساعة بعدين بيطعوا له إياها. هيدا المشكل تبعك، غياب الدولة. أنا برددها دايما، يجب أن تعود الدولة إلى البقاع ليعود البقاع إلى الدولة. ابن البقاع محروم من كل شيء. هلا شوف بجنوب في مدارس بكل قريه وفي اساتذه بكل قريه بس ما في طلاب، عندنا بالبقاع في طلاب لا في مدرسه ولا في اساتذه. هل ترى شيء مخطط لقهر ابن البقاع؟ ارض البقاع اهراءات الامبراطوريه الرومانيه، ولكن ما عندنا كوب، ما عندنا جمعيات، ما عندنا تعاون. في عندك كل شخص عنده 3-4,000 متر مربع بده يزرعهم لحاله وبده جرافة لحاله. إذا بدنا نحكي عن الزراعة، ما بنسمع الأخبار إلا عن الزراعات الممنوعة. طب ليه ما بيكون في زراعات مسموحة بس عشرت إنها تنبيع وتطلع لهم مصاري؟ عم تفتح لي جرح، لأنه مشروع الزراعات البديلة للبقاع هذا مشروع اتخذ عالميا واندفع جزء من الدعم للزراعات البديلة، ولكن هذا الدعم لم يصل إلى جيب أي مزارع في البقاع، ذهب إلى جيوب أخرى. هلا مع أنه وزير الزراعة قال أنه نحن وزعنا وعملنا، سمعنا على الأخبار يعني. سمعت، هيدا أنا اللي عم بحكيك إياه بالقديم. عن جديد هلا في مشروع تلف الحشيشي، نعم، في زراعات بديلة اليوم، طلعوا بمشروع الشمندر السكري. أنا برأيي هيدا حكي عدائنا وعدائنا المزارع، لأنه ما عندنا مصنع للشمندر السكري، ولا تبني مصنع للشمندر السكري بده وقت. شو وبعدين بعدين بتدعم موضوع او زراعه تكلفتها اكثر من استيرادها؟ مش معقول. عندنا اليوم بسهل البقاع فيك تزرع افضل تربه لزراعه القطن وما بده مي، افضل تربه لزراعه دوار الشمس وما بده مي، بعدين في كنابي يعني زراعة بسمونا احنا بنسميها حشيشة، هي الكنابة مزروعة بالعالم كله، مزروعة بالمغرب، مزروعة بالباكستان، مزروعة بعدة دول. كنابيس يعني. كنابيس. نعم. تستعمل للخيش، تستعمل للخشب المضغوط، بتستعمل للإدوية. وين ما إذا بدك. ما في إرادة. لحظة. بدك تضلك تحط الحق على الدولة، بس أنا عم بيجي بقول أنت حضرتك قلت إنه شمندر مثلاً استيراده أرخص من زراعته. نعم. والقطن لا، القطن عندنا نوعيته جيدة جدا وبتبيعه، مش أرخص من ما يجي من لا مصر مثلا. القطن اللي عندنا أفضل من القطن السوري.